يعني شو نحن ميتين جوع. انا ميت قد ما برمنا 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 وبعدها ناكل هذا احنا نسميه قبقب، انتم شو تسمونه؟ كراب. كراب. وهذا بايلا. وهذا هذا شو؟ صبيدج. صبيدج. صب بايدك. صب بايدك هذا هذا يمكن زرات شيء هيك مش هيك؟ افتحي. بطاطا. سلاد. طبعا السمك، انواع السمك. والله كثير حلوة. على طار الاسماك والمطعم كثير فخر. كثير حلو. فيش ما قلت لها انت جابتني له. كثير حلو. انت تطلعي هون دائما على راحتك؟ قليل. خاصة وقت العجقة العالم كثير. انا مع انه بحب العالم. بحب انه نتصور مع العالم. إيه؟ انا اللي بكلمك عنه الشهرة. ايه. طبعا اتمنى يعني بالنسبة انت لك الشهرة هني في لبنان، انا كنت اشوف وايد مشاهير موجودين عندكم في السوليدير يتمشون يروحون ياخذون راحتهم، في بعضهم لا والله تشوفينه مختفي او على حسب الوقت او الموسم، انت شنو؟ بالعكس انا ما عندي مشكلة، انا فوت اي مطرح بحبه برتاح فيه. بس شغلة انه وقت يكون في تصوير كثير ما بتاخذ راحتك بالاكل. صح. يعني بتعرف في ناس بتكون عم تصور، ناس عم تطلع فيك، بطريقة ما بتاخذ راحتك، الشخص بده ياكل بطريقة مرتاحة، نفسيا مرتاح. أنا عندي مكاني، يعني أنا بلبنان عندي مكاني أوتيل شطرة فيان، دائما بتغدى فيه، بتعشى فيه، بسهر فيه، كل شيء فيه، يعني في بسين، في بحر، كل شيء. فبهذا المكان برتاح فيه، بحس حالي مكاني، يعني خلص كل شيء بلاقي في هذا المكان، بتعشى فيه، كل شيء. وهم بعد جمعة الأصحاب طبعاً أكيد كلهم. أنا بالنسبة لي في الكويت أنا قلت لك عندي ديوانية اللي هو مجلس. طب ليش نحن خلينا يبرد الأكل صح؟ يلا خلينا أنا راح أطيح فيه هذا طيح. بدك سلطة؟ أنا بدي أكل قريبس. ما بدك سلطة؟ سلطة شوي. خذي شوي. ايوه انت بتنزل بالاماكن يعني عادي؟ انا عادة يعني انزل، انا ننزل مجموعات احنا طبعا بالسفر مع اصحابنا. اها. عندي ديوانية. ثانك يو. اللي هي يسمونها مجلس او احنا نسميها بالكويت ديوانية. اوكي. هذه كل الشباب تقريبا بون ابيتي من شنو؟ على قلبك. بون ابيتي يعني صحتين. على قلبك. بون ابيتي. حلوة. ف يجون عندي ونتجمع، يعني غالبا الحين وقتي انا صار في الديوانيه. اذا بغينا نطلع نطلع المولات، المطاعم، طبعا في مطاعم شعبيه اللي في الكويت، السفر. انا لا ما ابتعدت، يعني رغم الشهره ما ابتعدت، اروح اطلع اي مكان، ادش اي مكان، لكن في حسبه، يعني في الواحد ممكن يحاسب شوي. صح. انا بدي اقول لك شغله، انا وقت على الكويت ببرم كثير فيها، يعني اكثر من لبنان. بنزل بطلع، مره كنت بالكويت في فينا نسمي الاسم اما لا عادي شوكليت بار. بحب كثير اكل شوكولا. كافيهات الكويت اللي في البدع. اي والغاره كان في عجقه كثير، يعني كان ويك اند عندكم وناس كثير، ففتت شفت لك العالم هاجمه يعني عم تصوروا معي، هاي من محبته لإلي اكيد. ايه طبعا طبعا. كثير انبسطت، بالعكس اكلت بحريه وكنت مرتاحه كثير نفسيا. احنا بالكويت متعودين يمكن الناس لانه دائما يشوفونا يكون موجودين، احنا قريبين منهم، قريبين من الجمهور، عرفتي؟ فحتى الناس تعلموا شلون انه شلون يتعاملون مع المشاهير. يعني تعلموا انه ممكن هو قاعد حاله، ممكن صوره يصور صوره ويقعد ويخليه براحته. صحيح. لان احنا تعودنا، احنا كثير مشاهير المطربين الملحنين الفنانين الممثلين وغيره، فتعود الجمهور نفسه، الناس تعودت انه يعني شلون طريقه الاحتكاك قامت تصير عاديه، فكل واحد ياخذ راحته. في بعض المشاهير وهذه سلبيه طبعا. بما انه اشتهر ما قام يطلع، ما قام يحتك، قام يترقى ويترفع عن الناس، يعني ممكن في ناس حتى التصوير ما يصور. أوه. هذا انا شايفه بعيني. عجب تحكي. اي والله. كان معي شخص طلبوا منه تصوير، قال اسف ما اقدر. يعني كانت شغله سلبيه هذه. هذه سلبيه جدا، يعني مش انا مش منيحه له اول شيء. مو حلوه له، وبعدين الجمهور رصيد.
يعني انا لولا الجمهور اللي شاهدني الحين طبعا لما وصلت طبعا لما يعني بعد الله سبحانه وتعالى طبعا لما وصلت يعني لهذه القيمه ما صارت لي قيمه ما صار لي رصيد او كريدت يعني ان ثاني شيء انه الجمهور هو بيعلي انا برايي هو بيعلي الفنان هو بيوطيه يعني الفنان بالنهايه شو عم يعمل لم يعمل يغني للحي أغاني للجمهور هذه نعمة لما أنا أقول هي نعمة هي نعمة أكيد نعمة في ناس تدفع فلوس عشان تصير عندها هالناس هذه لا عن جد هي ولا تدفع فلوس زمن إعلامية ولا عم نقطع بزمن يا خالد زمن غريب عجيب اي والله حبك غالي علي وما أحبش أخسره وما أحبش جرحي أنا أبيك تسوين أغنية عن الأم. عن الأم؟ أنا سمعت أغاني هلا. عدت أغاني عن الأم بس بعدني محتارة، يعني ما عاد يعجبني شيء. بدي شيء مميز. شيء مميز. لأن الأم يعني الأغنية للأم خاصة بدها تكون كلامها قريب للقلب. أنا أبي أعطيك ملاحظات، ليش دائما احنا أغنية الأم نسويها حزينة وتراجيدية؟ ليش ما نسويها فيها تفاعل؟ فيها فرح فيها فرح اني فخور بامي انا يعني ما اقول لك اللحن يكون منقازي وما اعرف ايش لك ليه يمكن لانه الام هي اول ما تقول ام بتعبر عن 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 الحنان طيب الام هي حنونه صح بالبيت هي بتجمع بالبيت العائله صح بس ليش احزنها؟ شوفي معقول يمكن انا يمكن تعودنا على ست الحبايب مثلا شو في تفاعل هذه ما فيها حزن وفي عندك اغنيه ثانيه ممكن معروفه عندنا في الكويت هي تتكلم عن الام والاب يقول فيها يا امو يا ابونا وامنا يا سند بيت الهنا احنا ما ننسى فضلكم حتى اخر عمرنا يا ابونا وامنا لا 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 الام والبي ايوه حلوه حلوه يعني فيها تفاؤل ما فيها حزن ما فيها كابه ليش ما نسوي يعني شيء بالجو هذا يعني الجو اعطيك الفكره والله فكره حلوه حبي انه عن جد ليش يا ابونا وامنا كتبي بالانترنت انا شو بدي اقول لك؟ بدي اقول لك اول شيء الاكل كثير طيب شكرا لك انا كثير مبسوطه بشرفتي انه انت كنت معي اليوم بهالحلقه عن جد سعيده كثير انه تعرفت على خالد يلي نفسيته حلوه وقريب للقلب والانسان الطيب يمكن في ناس ما بتعرف الفنان او الممثل كيف يكون على الطبيعه بحياته الطبيعيه بس عن جد خالد من الاشخاص بعقله تعرفت عليهم وميرسي يا خالد كثير انت اللي مشكوره حبيبتي انا بعد يعني ما ودي اقول يعني هذا هي لحظه حزينه هي لتلبس لحظه انا اشكرك زارين حقيقه يعني انت نفسيتك الطيبه تسلم وصوتك الطيب شو الهيدي هون؟ تشوفي شيء؟ لا عادي واخلاقك الطيبه يعني حقيقه يعني انا اكثر من مره اجي لبنان بس اليوم على اللفه والسياحه اللي اخذناها هذه اشكرك عليها اشكر الاخوان كلهم اكيد نتشكر كلكم ما قصروا فريق العمل بعد اللي تعبوا معانا يعني الصراحه لكن شخصيا
انت انا وايد سعيد اني انا تعرفت تسلم عليك وعلى انسانه اخلاق وصوت ونفسيه حلوه. مرسي كثير وانا بتشكرك انه جيت على لبنان. طبعا يعني جيت سفره يعني بدها وقت. ايه وسلمي كثير على اهلك. الله يسلمك وان شاء الله وقت تروح على الكويت ان شاء الله تزورينا في البيت. طبعا ان شاء الله اكيد بيشرفني هذا الشيء ان شاء الله. مرسي كثير. شكرا لك. كلك ذوق. خلص كمل اكل. شكرا. مع السلامه. ثانك يو. باي. يعطيكم العافيه. مع السلامه.